السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معايا في قناة لمسة أمل. وحشني جدا، أتمنى تكونوا كلكم بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. فيديو النهاردة هيكون فكرة من الأفكار اللي بنفيد بيها بعض، وخصوصا وقت التنظيف والترويق والترتيب. كلنا بنبقى وقت الترتيب رايحين جايين، نفتكر حاجة وننسى حاجة تانية، واحنا بننظف محتاجين فوطة نروح نجيبها، محتاجين ملمع نروح نجيبه، ونفضل رايحين جايين. ممكن المروح والمجيء ده اصلا بيتعبنا اكتر من الترويق نفسه. كذا فكرة اتقالت قبل كده، وانا في اكتر من فيديو برضو اللي هو خاص بالترتيب والتنظيف كنت قلت معاكم الفكرة دي، بس انا حبيت النهاردة اعمل لها فيديو مخصوص، وخصوصا بعد ما لقيت الحاجة الجميلة اللي هوريها لكم دلوقتي في رنين وانا بشتري شوية حاجات، فعجبتني اول فكرة بتاعته، وحاجة منظمة ومخصوصة للموضوع ده هنشوفها مع بعض، ودي هتساعدنا جدا وقت الترتيب والتنظيف. تعالوا يلا بينا نشوف اشتريت ايه وهنستعمله ازاي وفي ايه. وزي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، ده الصندوق او البوكس اللي انا شفته في رنين وعجبني جدا، زي ما انتوا شايفين معايا كده اهو، دي الفكرة بتاعت الصندوق بتاعنا شايفين. يعني ده بقى يلمنا كل ادوات التنظيف اللي احنا بنحتاجها وقت ما بنكون بننظف وبنروق. زي ما قلت لكم احنا بنحتاج ملمعات ومواد تنظيف وفوط، واحيانا ورق الجرنان او اكياس. يعني مثلا احنا النهارده هنروق الريسبشن او هنروق اوضه النوم او اوضه الاطفال بكل سهوله، هنشيل البوكس بتاعنا ده كده وناخده المكان اللي احنا هننظف فيه. طيب البوكس بتاعي ده المفروض يكون فيه ايه بقى؟ المفروض يكون فيه الجنرال او الشامبو بتاع المسح، الجلانس او ملمع الازاز، دي الازازة اللي احنا كنا عملناها مع بعض قبل كده، حطيت فيها الدوني على شوية مية وبعطر بيها الانتريه والستاير بعد ما بخلص ترويق، البليدج او الملمع بتاع الخشب، او حتى اي تركيبة انت عاملاها على ايدك في البيت بتلمعي بها الخشب هنحطها برضو معانا في البوكس بتاعنا، معطر الجو بنحتاج معانا في التنظيف برضو، الجرنان علشان نلمع بيه المرايات زي ما احنا متعودين، او كل انا عن نفسي بحبها جدا الجرانين في تلميع المرايات، هحطها بالشكل ده هنا كده. الفوط، وطبعا بنحتاج فوط واحنا بننظف عشان نلمع بيها وعشان نلم بها التراب، هطبقها كده واحطها هنا. الجوانتي الشرشوبة زي ما انتم متعودين معايا دايما بحبها معايا في التنظيفات، هطبقها برضو احطها كده. ايه كمان ممكن نكون محتاجينه معانا؟ فكروا في اي حاجة تكوني بتحتاجاها وانت بتنظفي. انا عن نفسي بحتاج معايا اكياس من اللي بنشتري فيها حاجات او اللي بيبقى جاي فيها منظفات، يعني اي كيس عندك من اللي بيجي فيه اي طلبات ما ترميهوش، انا دايما بحب احتفظ بيهم، بغير بيهم السلات بتاعت اوض الاطفال او اوضه النوم، يعني بحتاجهم دايما. تمام، احط معايا كيس او اتنين اكون بادئه ترويق، في حاجات مرميه على الارض او مناديل او ورق من ولادي وهما بيذاكروا، بطلع الكيس من الباسكت والم فيه الورق قبل اي ترويق. تمام، هحطه كده بالشكل ده. دي الحاجات اللي انا بحتاجها وانا بنظف، انت ممكن تكوني بتحتاجي حاجات اقل او اكتر، المهم انك انت توظفي البوكس بتاعك او الصندوق بتاعك بطريقه تناسبك. تمام، ودي كانت فكرة البوكس بتاعنا او صندوق المنظفات او صندوق المهام الخاصة والمهام الصعبة، انا بسميه كده بصراحة. انا كنت عاملاه في صندوق عادي خالص من المنظمات اللي كنا بنجيبها قبل كده، بس بصراحة الصندوق ده عجبني جدا، وزي ما انتم شايفين اهو شال معايا ايه اهو، المعطرات ودي الفوط والاكياس اللي انا هحتاج ان انا المي فيها اي ورق او اي زبالة مرمية على الارض، والجرنان وملمع الازاز والمعطر اللي انا عاملاه الدوني، وكمان الجنرال بتاع المسح. تمام كده يا حبايبي، الصندوق ده هيوفر علينا كتير قوي، جربيه وان شاء الله هيريحك جدا في التنظيف. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، فيديو سريع كده بس ان شاء الله هتاخدوا منه فكره تريحكم، واتمنى ان هو يكون عجبكم، وان شاء الله الصندوق ده هتلاقوه بسهوله عند محلات الادوات المنزليه او فرانين. تمام يا حبايبي، اتمنى الفكره بتاعتي تكون عجبتكم واستفدتوا منها، هتوفر علينا كتير جدا والله يا جماعة، يعني جربوها هتريحكوا جدا. اشوفكوا في فيديو جديد وبحبكوا في الله.